تعبئة صندوق الاقتراء وكذلك صندوق التعبئة، يعني هذه المواد اللي تدخل ضمن صندوق الاقتراء والمواد التي تدخل ضمن صندوق التعبئة. فتعبئة صندوق الاقتراء يضم المواد التالية: أولا أوراق الاقتراء التي تم عدها وفرزها يدويا الصحيحة والباطلة، ثانيا كيس آمن رقم 2 أي 2 أو أي 2 يضم ما يلي: أولا سجل الناخبين، سجل مدير المحطة، الأقفال الآمنة التي تم استبدالها خلال الاقتراع أو خلال التعبئة، كذلك الحاسبة والمقص والأكياس الآمنة والأقفال وغيرها. أما ثالثا الكيس الآمن رقم أي 3 رقم 2 المرسل إلى مكتب المحافظة الذي يضم النسخة الثانية من التقارير واسمار 41 42. الملاحظة هنا أنه عنوان الصندوق الاقتراع والتابعه بشريط الازرق في حال كون المحطه غير متطابقه او غير مرسله، ويتم نقل الصناديق الى مخزن المحافظه وعزل الصناديق وهو المحطات المعنونه بالشريط الازرق في مكان مخصص داخل مخزن المحافظه، ليتم نقل صندوق الاقتراع فقط فيما يعني بعد الى مراكز التدقيق. هنا نجي الى تعبئه الصندوق او تعبئه صندوق التعبئه، يعني صندوق التعبئه يضم المواد التالية: كيس A2 وA2 يحوي أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة، وثانيا ظرف أوراق الاقتراع المستبدلة أو المستبعدة، كذلك كيس الآمن A3 الحاوي على أقلام والتأشير. هذا هو صندوق التعبئة.